على كل حال الإدارة هنا أتت بجوائز وقالت إنه يسألون الإخوة، فمن أجاب بالصواب فله جائزة، ولكن الجوائز الآن مختلفة، مختلفة الجوائز. أنا حسب السؤال واحد من الشيء، واحد أحسن، لأن هذه السعر المتقارب، السعر المتقارب، لا كان متقارب ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا بلغتم في الدراسة؟ لأن أخشى أسأل أسئلة ما بلغتموها في الدراسة. ها؟ ثانوي يا شيخ. ثانوي. زين طيب. هنا. رجل صلى الصلاة بغير وضوء ناسيا، فهل يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة أو لا يلزمه؟ ضاعت الدعوة. أسمع يا جماعة، يلا يا مالي أقول ضاعت الدعوة كل ما رفعوا يدي. ما اختر أنت، اختر لو ما اسمع اسم يا شيخ من ربيه منين هو جاي؟ اسمه منين هو جاي؟ اي اسمكم منين هو جاي؟ من صبيا يا شيخ. طيب من صبيا اجب يتواضع ويصلي ولو كان ناسيا. اي بعد ما انتهى من الصلاه ذكر انه صلى بغير وضوء يتواضع ويعيد الصلاه. طيب إنسان آخر كان ما خارج كان على ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى لما سلم ذكر أنه أن على ثوبه نجاسة، ها يغسلها ويصلي مرة ثانية. الظاهر يمكن بعضهم يخالف. إذن إصابته في الأول محاها خطأه في الثاني. ما في شيء توبية يا شيخ؟ نعم. ما في شيء توبية؟ طيب اسمع اسمعوا اسمعوا كلكم، هذه فائدة. إذا صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. إذا صلى بثوب نجس ناسيا أن يغسله فصلاته صحيحة على القول الراجح، ولا بعض العلماء يقول يجب عيد، وبذلك نقول إنه يستحق 75% من الجائزة. نقص يا شيخ؟ هي شيء نقص. إذا مسحوت. الله إنما خذ رجل خذ بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. أكبر جائزة السلام عليك. الله يسلمك. بارك الله فيك. هذه شرط تعالى تقدم لنا فيها فطور في البيت إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نأخذ سؤال ثاني. رجل صلى بشخص واحد وكان هذا الشخص يصلي عن يساره عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة، فما حكم صلاة هذا الرجل الذي يصلي عن يسار الإمام؟ نبي واحد من قوم واحد بس. أعيد السؤال. طيب رجلان صلى يا جماعة فصار المأموم عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة، هل تصح صلاته أو لا تصح؟
والله ما سبحان الله قوامنا واحد شيخ يلا قوم ارفع صوت ها يقول يا شيخ هو عارف ولا جاهل اي نخليها كل المسألتين جاهل وعالم نعم إن كان جاهلا صحت صلاته ينبهه الإمام ما نبهه الإمام الإمام أجهل منه يلا نعم صحيحة صحيحة طيب إذا كان عالما يعيدها تمام الجواب صحيح الجواب صحيح ولكن لاحظوا أن القول الراجح فيما إذا صلى عن يسار إمامه ولو عالما فالصلاة صحيحة يعني وقوفه عن يمين الإمام على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب بارك الله فيك.